السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا، وين بالماضي يتلقى أخبار جيدة من أوروبا إن شاء الله بربي. احنا كما يقول لك اللعابة اللي راهم ملاح يكونوا واجدين، شاهدنا ماغري شاهدنا قائمة فيها 35 لعاب، يعني ماشي كاع دوك اللعابة غادي يكونوا، غادي يقلع منها 35، غادي يقلع 5 10 10 لعابة غادي يطيروا، غادي يدي 25 لعاب، منها 3 تاع لي غارديا، كاين 4 تاع لي غارديا وقيلا، ولا 5 4 تاع لي غارديا، غادي يدي 3، يعني كتبقى يبقى 25 لعاب، 10 غادي يطيروا من ديك القائمة إن شاء الله بربي. حنا كيما يقول لك نشوفوا ونراقبوا. هذا منتخب وطني جزائري، ومن حقنا نهضروا، من حقنا نتكلموا، كاش لي كاش يقول الناس سكتوا. انا كمناصر من حقي نهدر، ومن حقي نفرح، خاطش ما رايش تاع فلان وفلتان، راك غلط الى تحسبها تاع فلان وفلتان، ما هي تاع فلان ما هي تاع فلتان. منتخب وطني كاين رايه وطنيه نعيشوا كاع تحتها، نختلفوا في التقاليد في الافكار، يعني تسيب تقاليد تاع يعني اللباس الشاوي والاكل، تشوف انت يا قبائل اللباس تاعهم والاكل، تسيب سكان منطقه الوسط الصحراء الغرب كل واحد ويتبدل، بصح سينا نعيشوا تحت رايه وطنيه واحده، والجزائر تتسع لكل الجزائريين من التالي كاع. هذه يا خويا، وإن تلقى الناخب الوطني جمام الماضي أخبار سارة رغم الأزمة الهجومية التي يعيشها الخوض في الفترة الأخيرة. إحنا ما كاش أزمة هجومية، لو كان يجي يعرف لونترينر المدرب يعني، وتكون عنده يدير الصرامة الحقيقية، يعني ما كان لا ما كاش أزمة معها. أزمة هجومية ما كاش قاعد يجرى عندنا زوج في إنجليز راهم ملاح، عندنا ثلاثة، عندنا ديفونسير، عندنا بالرحمة، عندنا محرز. محرز ما تحكمش عليه في السيتي، محرز على تحكم عليه في السيتي، محرز ما تحكموش عليه في السيتي، تحكم عليه في السيتي نتوما. كاين لعابه اللي راهم مازالوا ما قلعوش، وراهم في القائمه الموسعه، نورمالمون قائمه موسعه، فانك ما كاش لعاب، ما تقدرش تلعب، ما نحطكش، ما نديركش. انا شاهدنا حتى في غولي مبولحي وكلش ما كاش ما عادش تلعب. ديجا محرز 3 ماتش ما لعبش معنا، ربحناهم، خطره لونترينير قال بغيتوني نخرج محرز، واه محرز الا ما كان كي والو تخرج عمرو عادي يمشي، وين راه المشكل. سعدان غورف خالف، وكان يخرج باللومي، كان يخرج باللومي، يخرج ماجر، كان يخرج لعابه، يعني ما قضيه المدرب يتحمل المسؤوليه تاعو بمعنى الكلمه، ماشي قضية لازم بمحرز أيا يقعد محرز يلعب، لا بغات راقد، لا بغات يدير له مطرح ويرقد، نقولوا محرز لا، محرز يكون كي والو، ما كاش مشكل. الشعب الجزائري يشوف يقول لك ها والله لا خرج مزية خرج محرز، دي فوا يقول لك مزية خرج محرز، أنت عطال لعبتو 3 ما بغيتش تخرجو، حتى الشعب ولا يعيط في السطاد، نورمالمون عطال دوزيام ميطو. شو كاين نهار كامين تفكر ديك البارتي تاع الكاميرون، لبدا راني نهدر على هذيك البارتي تاعك، خاطش علاه لبدا راني نشوف علاه خسرنا، راني نحوس على واحد المرض، علاه خسرنا. عطال نورمالمون عطال، شو عطال وكيسموه بن عمري وبلايلي نورمالمون يخرجوا مباشرة في الشوط الثاني، مباشرة يدخل طوبة، يدخل راشيد غازال، ويدخل ناف يلعب وهمي كيما نقولوا حنايا، يا بنيطو كان كاين بنيطو، كان كاين بالفوضيل، يلعب واحد وهمي فماك، وانجي بها، راك خاسر خويا، اقلب بالخطة وراك خاسر، انت دخلت بستة ستة ثلاثة ربعة في اللاكس، قعدت ربعة في اللاكس، تقول لي تحوس على لي بيناتي وانت خاسر. هم عليك هاو شويه غلطه شويه،
وين يعيش مهاجمون منتخب الجزائر بداية موسم كارثية، حيث أن إسلام سليماني لم يلعب سوى بضع دقائق مع فريقه الجديد بريست، في حين أن أندي ديلور اكتفى بتسجيل هدف واحد من الست مباريات شارك فيها مع نيس. سيلعب قادر في ليكيب ناسيونال يلعب، ومع ذلك فإن محمد أمين عمورة خفف من وطأة هذا الأزمة الهجومية بعدما سجل عودته لأجواء المنافسة الرسمية بعد طول غياب رفقة ناديه، يعني المشاركة لمدة نصف ساعة في خسارة التي تعرض لها فريقه بثلاثية مقابل هدفين أمام سان جان في الدور السويسري. وأكدت جريدة يعني السويسرية بأن عمورة ظهر في أبهى مستوى خلال دقائق 30 التي لعبها، وذلك رغم تعرض فريقه لخسارة، مشير إلى أنه أعطى روح جديدة من الجانب الهجومي. عطال يعطيك نشاط، قلت لك عطال عمورة يعطيك نشاط. كاين عمورة، كاين واحد اللاعبين يدخلوا كجوكر، كاين كيما ادم الوناس يعطيك نشاط، غازل يعطيك، هذو مبليسين، هذو الله يجعل يكونوا واجدين، رغم ذلك غادي يكونوا نقص منافسه. حتى راك تشوف راه نقص منافسه، رشيد غازل ما راش يلعب راه مبليسي، كسموه ادم الوناس راه مبليسي، يعني نقص منافسه. وأوضحت صعيبة بأن الهجوم يعني تحرك وسجل بعد دخول عمورة بدقيقتين فقط، وهو الذي خلق فرص خطيرة على الرواق الأيمن دون أن يتمكن زملائه من تحويلها إلى أهداف. وتأتي عودة النجم السابق لوفاق السطيف الجزائري لمواجهة تزامنا مع عودة دخوله في معسكر رفقة المنتخب بلاده بشهر سبتمبر القادم، والذي سيعرف مواجهة الخوض لغينيا ونيجيريا بصفة ودية. إيه احنا ان شاء الله نشوفوا منتخب الوطني الجزائري في احسن احواله. صعيب دروك، لا هي صح الاقصاء هذاك تاع الكامل ما روحناش، لازم ما يمرش مرور الكرام، لازم شي اي غلطه نسكتوا عليها، ما تسكتش، خاطر هذا المنتخب يخصك انت، يخصك انت المواطن. ناس هي تخلص من دود عمار قاعدين يخلصوا، قاعدين يخلصوا عادي، مدرب قاعد يخلص، اللعابة غادي يلعبوا 3 ماتش تاعهم كاليفيكاسيون كوب ديم، يدوا لي بريم تاعهم، غادي يدوا لي بريم تاعهم فانيك، اللعابة يدوا لي بريم تاعهم، غادي كيجي يدي بريم تاعه، هادو 2 ماتش يلعبهم يدي لي بريم تاعه، ماشي باطل، ما غاديش يلعب لك باطل، مدرب ما غاديش يجيك باطل، ما غاديش يجيك باطل. بصح انت راك مناصر، انت تهدر من حقك تهدر، عندك صفحه تاع فيسبوك، عندك تكونيكتي تراخر، من حقك تهدر، من حقك تعطي رايك، ما كاش لي خوفك وما كاش لي غلطك، حاجه ما تعجبكش تعطي رايك، نشوف حاجه ماشي عاجبتني غادي نهدر. كيما راه الناس قاع يعايروا في ديلور، قلت لكم اودي غلطه كبيره ديلور، غلطه غادي نندموا عليها وندمنا عليها، قلت لكم ما عندناش صانع العاب يا جماعه، ما عندناش، روحوا جيبوا عوار، قال لك لا لا بغيت نجيبوا الشابة صباح، اي التبليسالك كيسموه في غولي، مدرب امام كاميرون لعب بدون صانع العاب، لعبنا بربعه فرلاكس، 6 في لا ديفونس، 1 ميليو تيرا، و3 قدام، مقيوسين قدام معزولين. من بعد يقول لك علاه ما لعبوش، حتى بلايلي ما لعبش كان معزول، حتى محرز كان معزول، وين سليماني ولا يرجع ويعاود يولي، سليماني ولا يلعب ويد ولا يرجع ويعاود، كاين اللي تهدر كيما يقول لك تبع مليح مولا، تبع مليح، ما تقوليش احصائيات، ما تقوليش انا درت احصائيات، لا تبع مليح. كان يقول لك اودي كتلناهم احصائيات، كان يقول لك بلي كانت عندنا 15% للتسجيل، بصح خسرتها 15% للتسجيل، ما غاديش تنجم تكمل بارتيا، ما غاديش تحسب لك. كيما نهار مؤمن بغى يبرأ الخساره امام غينيا الاستوائيه، انت خاسر محسوبت لك 0 وغينيا محسوبت لها 3 بوان، جا قال لك جماعه ما تنساوش 25 فرصه، يا ودي 25 فرصه ما غاديش يحسبوها، غادي يحسبوا لك شاماركيتا، يا ماركيت يا 0-0 يا ماركيتا، او تهبلوا فينا انتم ولا كيفاه، هم مالكم والله العظيم.
ما تنساوش عطونا جيم، عطونا كومنتير، بارطاجوا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله بربي نبقاو دائما معكم بجديد ان شاء الله. صحيتو.